Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, would not be long. Just to recite a short ziyarat of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الأئمة الطاهرين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خليل الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا رحمة الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نجيب الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا فاتح الخير السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل السلام عليك يا مبلغا عن الله السلام عليك أيها السراج المنير السلام عليك يا مبشر السلام عليك يا نذير يا منذر السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المهديين السلام عليك وعلى جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله السلام على أمك آمنة بنت وهب السلام على عمك حمزة سيد الشهداء السلام على عمك العباس بن عبد المطلب السلام على عمك وكفيلك أبي طالب السلام على ابن عمك جعفر الطيار في جنان الخلد السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابق إلى طاعة رب العالمين صلوات الحمد لله الذي استنقذنا بك من الهلكة وهدانا بك من الضلالة ونورنا بك من الظلمة فجزاك الله يا رسول الله من مبعوث أفضل ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه بأبي أنت وأمي يا رسول الله زرتك عارفا بحقك مقرا بفضلك مستبصرا بضلالة من خالفك وخالف أهل بيتك بالهدى عارفا بالهدى الذي أنت عليه بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي أنا أصلي عليك كما صلى الله عليك وصلى عليك ملائكته وأنبياؤه ورسله صلاة متتابعة وافرة متواصلة لا انقطاع لها ولا أمد ولا أجل صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين كما أنتم أهله صلوات يا رسول الله يا محمد بن عبد الله يا إمام الرحمة اللهم إني توجهت إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا رسول الله يا إمام الرحمة إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا all together يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله and recite short phrase of دعاء توسل to seek intercession by Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Ya Aba Abdullah, Ya Ja'far ibn Muhammad, Ayyuha al-Sadiq ya ibn Rasulullah, Ya Hujjat Allah ala khalqih, Inna tawajjahna wa istashfa'na, wa tawassalna bika ila Allah, wa qaddamnaka bayna yaday hajatina, Ya wajihan inda Allah, Ishfa' lana inda Allah, يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله Finally, to ask Allah
to give all of us the tawfiq to be the best followers of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi and the best followers of Ahlul Bayt alayhim as-salam. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا صلوا عليه وآله. And thank you and assalamu alaikum wa rahmatullah. بل محمد وعلى محمد صلوات. Forget to recite Fatiha for Mu'mineen. Yeah, please recite Fatiha for all marhumin from Mu'mineen and Mu'minat, especially the marhumin from your relatives. رحم الله من غرى سورة الفاتحة المباركة مع الصلوات. يا سلام فور إمام الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سمع لم يدل أن الأدوان يكون كفوا أحد. Finally, in the end of the program, please recite Dua Faraj. Two dua for our leaving Imam Imam Zaman alayhi salam, Hajjallah Farajahu al-Sharif, all together. Bismillahirrahmanirrahim. Stand up and recite dua Faraj. All together. Bismillahirrahmanirrahim. In the front of the Qibla. Recite the dua in the front. In the face to front of the Qibla. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع الصلوات.